لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وله فتى لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بقلب طائر ذعري، فتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر فلو تروا أم كلثوم مناشدة والها وتلثم ترب الطف كالعطر. يا دافن الرأس عند الجثة احتفظوا بالله، لا تنثروا تربا على قمري، لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليه خضاب الشيب والكبر، لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبت، خوفا يفور دم يطفو على البشر. يا حاملين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك المربع الخضر، خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم، وخاطب الجد هذه تحفة السفر. يا كربلاء كم بيك صاحت من صوايح، ويا كربلاء كم بيك ناحت من نوايح، على إمام في ترابك ظل طايح. يا حسرتي رضايا تضلوع على عوجية، نلت الفخر يا كربلاء دون الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين.
رجعنا لك الزوار من كل البلادين، لا وين يا زوار قالوا الغاضرية، لا وين يا زوار قالوا الغاضرية. نعم زينب اليوم وصلت إلى أرض كربلاء ونظرت إلى تلك القبور فنادت وأخاه وحسينا يا نازلين بكربلاء قبور أخوتي وين؟ بالله اخبروني شيبتني مصيبة حسين. يا نازلين بكربلاء عدكم دراية باللي تركناهم على الغبرة عراية، وين دفنوهم والبطل صاحب الراية؟ هل مشيت بذمة تقول اندفن وين؟ وزين العباد تلوح في وجه الكآبة ويم قبر ابوه الحزن والحسرات دابة، وزينب تقل القبر يا ابني وين بابت؟ تشفن ابن امي لو بقى من غير تجفين. يا كربلاء جثة الوالي غسليها، ويا كربلاء جثة ابن امي تشفنيها. وتقدم يا كربلاء وصلي عليها ليكون تبقى جثة ابن امي رميه. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. من الأمور التي وقعت على رأس الإمام الحسين عليه السلام، وقعت كثير من المصائب، ووقعت أيضا كثير من الكرامات على هذا الرأس الشريف، ولهذا الرأس ولصاحب هذا الرأس مقام عند الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن كرامات رأس الإمام الحسين عليه السلام أنه تكلم وهو على ذروة الرمح، وكان يقرأ القرآن الكريم. نتحدث إن شاء الله عن معنى المعجزة ومعنى الكرامة ونظرة القرآن الكريم إلى الكرامات والمعاجز، وما الفرق بين الكرامة والمعجزة، ثم كيف ينظر الآخرون إلى كرامات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المشمولين ببركات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الأول، ما هو تعريف المعجزة والكرامة، وهل هناك فرق بينهما؟
يقول العلماء علماء العقيدة أن المراد بالمعجزة هو الإتيان من قبل الأنبياء بالأمور الخارقة للطبيعة. الطبيعة لها قوانين، والطبيعة لها أمور معروفة ومحددة، فخرق هذه القوانين الطبيعية يعتبر إعجاز. بعضهم قال لا، مو فقط القوانين الطبيعية، القوانين المرتبطة بطبيعة البشر، القوانين المرتبطة بطبيعة البشر. مثلا خرق القوانين الطبيعية قضية عروج النبي على سبيل المثال، رسول الله عرج به إلى السماء، إذن هذا خلاف القوانين الطبيعة، خلاف القوانين اللي وضعوها في الجاذبية وما شابه، وبالتالي هذه تعتبر معجزة خرق فيها قانون من قوانين الطبيعة. من ضمن هذه الأمور أيضا الطبيعة البشرية، عادة الإنسان، وهذا معروف، أن المرأة لا تكون حاملا إلا من خلال الزوج، فالله سبحانه وتعالى جعل معجزة إلى مريم سلام الله عليها أنها أصبحت حاملا بلا زوج. طبعا هذا خلاف الطبيعة البشرية وأيضا القوانين المرتبطة بجسم الإنسان، ولذلك يعتبر هذا نوع من أنواع الإعجاز. على سبيل المثال أيضا قضية شق القمر إلى النبي التي جرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وذكرت في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه التفاتة جيدة في القرآن الكريم، إن كثير من الناس يعني طبيعة ما يقتنع بالاستدلال. يعني أكو جماعة مثلا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، ذول الجماعة آمنوا بالنبي المصطفى لأنهم دخلوا معه في حوار، مثلا تناقشوا ويا النبي فاقتنعوا بكلامه لأن كلامه منطقي. وأحيانا لا، أكو جماعة من البشر لا تؤمن بهذا المنطق، ما عندهم إيمان بقضية تعال بيتناقش وياه وحوار يقنعني، أو صعب جدا. فهذا النمط من البشر لا يقتنع إلا إذا رأى الشيء أمام عينيه. وبالفعل تلاحظ القرآن الكريم، يعني كانوا يستهزئون بنوح عليه السلام، كان نوح وهو يصنع السفينة، اجي ذاك الخباز يستهزئ بنبي الله نوح، قال له تصنع سفينة وانت في البر؟ قال له سيكون هناك طوفان، قال هذا الطوفان ما راح يخرج إلا من التنور الذي في بيتي. سبحان الله، وإذا هذا التنور يوم من الأيام يفور بالماء والدنيا كلها تعج بمياه الطوفان. إذن كثير من الناس لا يؤمن إلا إذا شاهد بعينه، وأكو ناس حتى لو شاهد بعينه أيضا لا يؤمن. شوف مثلا في قصة نبي الله صالح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، طلبوا منه المعجزة، جاء باقتراح منهم أنهم طلبوا المعجزة، والله سبحانه وتعالى أجرى هذه المعجزة على يدي نبي الله صالح، وخرجت الناقة من الجبل وخرج فصيل الناقة معها. سبحان الله، آمنوا؟ لا، ما آمنوا، هم اللي طلبوا هذا الأمر. ولما تحقق الأمر قالوا هذا ساحر، إذن أنتوا طلبتوا المعجزة، قالوا هذا ساحر. مثل النبي صلى الله عليه وآله، شوف القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذن قضية المعجزة لها دور، والمعجزة أيضا جرت في القرآن الكريم، وكثير من الآيات القرآنية تحدثت، وراح نأتي إلى معاجز الأنبياء. هذا بالنسبة إلى كلمة معجزة، ما الفرق بينها وبين كلمة كرامة؟ الكرامة يقولون العلماء فرقوا منها من جهة أن المعجزة تقع إلى الأنبياء مع طلب التحدي، وجود تحدي عند هؤلاء القوم، هذه يسموها معجزة.
أما الكرامة فهي ما يقع إلى الأولياء، إذا ولي من الأولياء مثلا أو إمام يعني غير الأنبياء والرسل، هذا سيسموها كرامة من الكرامات. ولذلك بهذا المائز فقط ميز علماء العقيدة بين المعجزة وبين الكرامة. لكن أحيانا يطلق أيضا على كرامات الأئمة عليهم السلام، يطلق عليها مجازا معاجز. شوف السيد هاشم رحمة الله عليه التوبلاني ألف كتاب حول معاجز أهل البيت عليهم السلام، واسمه مدينة المعاجز، مع أنه كله متعلق بكرامات الأئمة عليهم السلام. ثبتنا الله وإياكم على محبتهم وعلى البراءة من أعدائهم. الأمر الثاني، هل تطرق القرآن إلى المعاجز والكرامات؟ بلا شك لا يقول، لا ينكر هذا الأمر إلا معاند، إلا واحد معاند ينكر قضية الإعجاز وقضية الكرامات، لأن القرآن ذكر ما شاء الله. بعض العلماء يقول يمكن نصف القرآن والقصص التي ذكرت كلها تتحدث عن إعجاز. لاحظ مثلا في قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، هذا النبي طلب الله عز وجل منه أن يأخذ 4 من الطيور ويذبحها، نسر فيها دجاجة فيها ما أدري إيش، وأمره الله بأن يذبحها وأن يقطعها إلى قطع، فقطعها نبي الله إبراهيم، فخلط مناقيرها بأجنحتها بأرجلها، خلطها، وبعد ما خلطها أخذ كل جزء وضعها على بعض رؤوس الجبال. القصة مذكورة في القرآن الكريم. ثم نادى عليها بقدرة الله فاجتمعت أجزاؤها من هذه الجبال الموجودة كلها، وجاءت تطير إلى أن وصلت إلى إبراهيم عليه السلام. نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، إذا جيب واحد من ذول الحداثيين تقول له مولانا كرامة ومعجزة يرفع خشمه ويقول لا، أقول له ما تصدق هاي الأمور، زين وإحنا لا الآن طور الزمن مولانا، القرآن يذكر هذه القضايا وراح يأتينا الزمان فعلا إلا نشوف في آخر الزمان قضايا الإعجاز الإلهي والقدرة الإلهية. لأن الهدف من المعجزة شو؟ شنو الهدف من المعجزة من الكرامة؟ أولا الله يريد يبين قدرته، إن لله جل وعلا قدرة، وهذه القدرة الإلهية لا يمكن لأحد أن يتحدى الله فيها، إن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني الله يريد يبين مقام ولي من الأولياء ومقام نبي من الأنبياء ومقام إمام من الأئمة عليهم السلام، وبالتالي يجري هذا الأمر الإعجازي وهذه الكرامة ليتعرف الناس على مقام هذا الإنسان. قد يكون مجهول بين الناس، لكن إذا وقعت له هذه الكرامة عرفه الناس. احنا مش عرفنا بقضية الرمانة وقضية ما وقع إلى الشيخ محمد ابن عيسى الدمستاني أو البحراني الشهير والمعروف اللي يعرفونه بأبو رمانة، مش وصلنا للقضية هذه، مش عرفنا بهذه القضية، وش عرفنا بهذا الشخص أصلا، ما نعرفه. لولا وقعت هذه الكرامة وأجر الله عز وجل له هذه الكرامة اللي ذكروها العلماء، أكابر علماء الطائفة مثل الشيخ المجلسي وغيرهم من العلماء ذكروها. استغرب أن كثير من علماء البحرين من علماء إيران مجرد أن يزوروا البحرين يطلبون زيارة صاحب هذا القبر، قبر موجود في دمستان، والكرامة معروفة ومشهورة. الله عز وجل من خلال هذه الكرامة، هناك هدف من هذه الكرامة، هذا الهدف أن الله عز وجل ينقذ فيه هذا المذهب وثبت فيه أركان هذا المذهب. إش كثر ناس تشيعت في ذلك الزمان ببركات هذه الكرامة اللي وقعت للإمام الحجة والمعروفة بكرامة الرمانة. عموما تاريخ القرآن الكريم قائم على
ذكر هذه الكرامات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. من وين الأش؟ رمان وكذا وفاكهة مو في زمانها. واضح أنها من كرامات الله لهذه المرأة. ومريم ليست بنبي من الأنبياء، مريم ليست من الأنبياء. كذلك في قصص عيسى عليه السلام أنه يتحدث في المهد وله من العمر يومين، عمر يومين يتكلم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. أي كتاب هذا وأنت عمرك يومين في المهد؟ عمر يومين. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. في قصة في سورة مريم. نعم. كذلك في بقية الأنبياء، قضية سورة البقرة قائمة على معجزة وتحدث فيها الميت. قصة البقرة، سورة البقرة أساسا قائمة على قصة إعجازية وفيها ميت، هذا الميت تحدث وقصتها يطول المقام بذكرها. أيضا من كرامات الأنبياء موسى عليه السلام ومعاجز الأنبياء ما جرى على موسى أنه يضرب بعصاه البحر، البحر ينفلق فيعبر ببني إسرائيل، وإذا جاء فرعون انغلق عليه البحر وغرق فرعون وجنوده. إيش السمي كله إعجاز. القرآن ما استنكف أنه يطرح هذه القصص وهذه الأمور. يا أخي أنت قبل ما تنكر قضية معجزة وقضية أن هذا يقع أو عقلي ما أصدق، أنت عقلك محدود، نعقولنا ترى محدودة. إيش مقدار عقلنا وعلمنا أمام مقدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا شيء، لا تساوي شيء. الله عنده ملكوت السماوات والأرض. زين، ذيك استغربت زوجة زكريا، زوجة إبراهيم أيضا استغربت، أألد وأنا عجوز؟ خلاف طبيعة البشر أصير حامل وأنا عجوز خلاص، وإذا بالأمر من الله عز وجل أن هذه العجوز تحمل، ماكو شيء يعني يعجز عنه الله سبحانه وتعالى. فيه إظهار لقدرة الله، يسمون التوحيد إفعالي، في أفعال الله عز وجل. إذا تؤمن بالله حقيقة زين تؤمن بهذه الأمور وهذه الإعجازات الإلهية. هذا جانب. الجانب الثالث، إذن القرآن تعرض إلى المعاجز والكرامات. الجانب الثالث، ما رأي علماء السنة حول وقوع المعاجز والكرامات؟ احنا قبل ما أتحدث عن قضية معجزة كلام رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، علماء السنة شنو يقولوا بهاي المسألة؟ قضية أن وجود المعاجز والكرامات. يتفق علماء السنة بما فيهم الوهابية على وقوع الكرامات بالنسبة إلى الأولياء، بالنسبة إلى الأولياء كلهم يتفقون، علماءهم، علماء نجد، علماء الأزهر، علماء العراق، شرق الأرض وغربها، إن هذا أمر ممكن، هذا الأمر ممكن. ولذلك شوف مثل ما إحنا عدنا كتب تتكلم عن المعاجز، مثل كتاب مدينة المعاجز السيد هاشم التوبلاني رحمة الله عليه، هم عندهم أيضا كتب من هذا النمط، مثل كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، مثل كتاب ربيع الأبرار للزمخشري، مثل كتاب كرامات الأولياء للاكلائي، هذا واحد من كبار علمائهم صاحب كتاب السنة، كتاب كرامات الأولياء أيضا للخلال، هذا واحد من كبار أعلام السنة اللي كتبوا في عقائدهم. حتى علماء الوهابية ما أحد أنكر قضية وقوع الكرامة ووقوع المعجزة بالنسبة إلى الأنبياء وبالنسبة إلى الأولياء. إنما العقدة وين؟ العقدة مو في قضية كرامة ومعجزة، العقدة في كون شيء يعلي شأن التشيع. لو تفتش عن الأسباب تشوف الآن، تفتح بعض القنوات
يتخذون سخرية دائما جايبين لهم شيخ مثلا حاطين صورة رجل دين شيعي لاقطينه مثلا من قناة الأنوار من قناة كذا، وهذا الشيخ جايب كرامة للإمام علي أو للإمام الحسين، زين وذاك المذيع حضرته قاعد يتمسخر بهاي الكرامة وين أقولكم وين كذا، تتعجب من هاي الأمور. زين تروح شوف كتبكم هالكرامات إلا مساطرينها لعمر وما أدري لمن ولا فلان وفلان من الصحابة والتابعين، زين كرامات غريبة وعجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يطير في الهواء وهذا يسمع كلام في أفغانستان وهو في المدينة، زين وغريب غرائب عندهم وعجائب من هذه الأمور هم يطرحونها في كتبهم ماكو مشكلة، لكن إذا اقترن الشيء بأهل البيت عليهم السلام قامت القيامة. بتجيب كرامة للإمام علي عليه السلام، لاحظوا مثلا كرامة انشقاق الجدار ودخول السيدة فاطمة بنت أسد إلى جوف الكعبة، وهناك وضعت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحادثة هم يستهزئون بها، بينما ذكرها المحدث الكبير عندهم، واحد من كبار المحدثين من عظماء المؤرخين والمحدثين عندهم، وهو صاحب كتاب المستدرك الحاكم النيشابوري مستدرك على الصحيحين، ذكرها بسند صحيح. فعلا نعتقد أن الإمام علي عليه السلام ولد في جوف الكعبة، وقعت له هذه الكرامة وانشق الجدار لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما كرامات الإمام الحسين سلام الله عليه فنتحدث عن إجمال بعض هذه الكرامات. طبعا الإمام الحسين عليه السلام بقدر الإمكان ابتعد عن استخدام الجوانب الغيبية، يعني أكو عندنا روايات أن الملائكة عرضت نصرتها على الإمام الحسين سلام الله عليه، الروايات موجودة، الجن كذلك عرضوا نصرتهم على الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين ألا يستطيع بدعاء واحد أن يقلب الأرض عاليها سافلها على هؤلاء؟ بلا شك هذا أمر مفروغ منه. الإمام الحسين معصوم مو مثلنا، المعصوم إذا دعا فدعاؤه مستجاب. احنا ما نقول المعصوم، إذا ما بينك وبين الله عز وجل جدران وحجب وذنوب أنت دعاؤك مستجاب أيضا، لأنك شلت كل موانع استجابة الدعاء رفعتها، وبالتالي الله عز وجل يستجيب لك ذلك الدعاء، فما بالك بالإمام المعصوم والمفترض الطاعة. إمام معصوم مفترض الطاعة، بلا يستطيع الإمام الحسين ذلك، ولكنه لمرتبة من مراتب الصبر أراد صلوات الله وسلامه عليه أن لا يستخدم هذا الجانب الغيبي، وهذا أعطاه بعد في تكامل درجاته. تكاملت درجات الإمام الحسين عند الله سبحانه وتعالى وما استخدم هذه الأمور الغيبية. في المقابل مع ذلك وقعت بعض الحوادث ذكرت في كتب السنة وكتب الشيعة، ولما نقول كتب السنة وكتب الشيعة يعني لم يتفرد بها شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذه الكرامات شاهدها الآلاف من البشر، مئات الآلاف من البشر شاهدوا هذه الكرامات التي وقعت عند مقتل الإمام الحسين عليه السلام. مثلا من ضمن هذه الكرامات والإعجازات والإمدادات الغيبية من الله سبحانه وتعالى للإمام الحسين عليه السلام، أنه يوم أن قتل الإمام الحسين عليه السلام أمطرت السماء دما. هذه الحادثة يذكرونها، حتى من جيش عمر بن سعد حضروا كربلاء
ونقلوا هذه الرواية. علماء سنة نقلوا هذه الرواية. الخوارزمي عالم من علماء السنة سمونا أخطب خوارزم، عنده كتاب حول مقتل الإمام الحسين ويذكر هذه الحوادث التي وقعت بعد مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من ضمن هذه الحوادث أيضا الحمرة التي كانت تظهر عند غروب الشمس، هذه يقولون ما كانت موجودة. تفضلوا مولانا مساكم الله بالخير. الحمرة الموجودة عند غروب الشمس يقولوا هذه ما كانت موجودة قبل مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، ظهرت بعد مقتل أبي عبد الله الحسين. وهناك من كتب السنة ذكرت هذه الحادثة، فهي ليست من متفردات الكتب الشيعية أو علماء الشيعة. ثلاثة، يوم مقتل الإمام الحسين عليه السلام، يوم مقتل الإمام الحسين عليه السلام أمطرت السماء دما وما رفع حجر ولا مدر إلا ورأوا تحته دما عبيطا. هذه مذكورة أيضا في كتب السنة، في كتاب تاريخ دمشق، في كتاب بيت المقدس، تاريخ بيت المقدس إلى واحد من علماء الحنابلة النواصب ناصبي، وذاكر هذه الحادثة يوم مقتل الإمام الحسين. يقول ما رفع في ذلك اليوم، هو يروي عن شيوخه وعن القدماء اللي عاشوا في تلك الأرض في بيت المقدس في فلسطين، هو ينقل عن القدامى من علمائهم أنه ما رفع حجر ولا مدر إلا ورأوا تحته دما عبيطا. إذن الحادثة موجودة أيضا في كتبهم. ومن ضمن هذه الحوادث قضية تكلم رأس الإمام الحسين. أولا علماء التاريخ ينقلون تقريبا 7 أماكن تكلم فيها رأس الإمام الحسين عليه السلام، منها في قصر عبيد الله بن زياد، منها في الطريق من بين الكوفة إلى الشام، ومروا على دير أحد الرهبان وقعت فيه كرامة أيضا لرأس الإمام الحسين عليه السلام، وكانت نتيجة هذه الكرامة أن هذا النصراني هذا المسيحي آمن بالله جل وعلا، ويقول بعض الروايات أنه قدم دراهم ودنانير إلى حاملي الرأس، لأن ذولا في النهاية مرتزقة، دل حمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إنسان مرتزق لا يحمل مبدأ ولا يحمل دين ولا يحمل عقيدة، جاب رأس الإمام الحسين يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا، هل يريد املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، املأ ركابي فضة أو ذهبا، يريد جائزة، يريد فقط جائزة. هذا النصراني في أحد أديرة الرهبان مروا برأس الإمام الحسين عليه السلام، وهي رواية موجودة في كتب السنة تتعجب، اللي يلومون على بعض الكرامات إذا نقلناها على المنابر، في كتب سنة مذكورة هذه الروايات وهذه المصادر، أن هذا الراهب أعطاهم بعض الدراهم والدنانير وطلب منهم أن يبقوا ذلك الرأس عنده ليلة واحدة، وفعلا بقي ذلك الرأس. إيش سوى هذا النصراني؟ أخذ ينظف آثار الطين والدم من على رأس الإمام الحسين، ثم أخذ يطيب ذلك الرأس، يطيبه يضع عليه بعض العطر وكذا، ثم أخذ يتأمله أمامه، خلاه أمامه وقعد يتأمله طول الليل. تقول بعض الروايات أنه تحدث معه ذلك الرأس، تكلم معه رأس الإمام الحسين عليه السلام، وإذا بهذا الراهب ماذا يقول؟ يا رأس لا أملك لنفسي شيئا، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صلي وسلم على محمد.
فأكو هدف من هذه الكرامة اللي وقعت رأس الإمام الحسين عليه السلام، أن هذا النصراني آمن بالله، نطق بالشهادتين برأس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الحادثة المشهورة والمعروفة، وننقل مصادرها أيضا في كتب المسلمين، واحد اللي ذكروا هذه الحادثة تكلم رأس الإمام الحسين عليه السلام، ذكرها صاحب كتاب تاريخ دمشق ابن عساكر، ذكرها صاحب كتاب تاريخ بغداد وذيل تاريخ بغداد أيضا، وهو الخطيب البغدادي، ذكرها الخطيب الخوارزمي في كتابه الذي يعتبر من أهم المصادر في مقتل الإمام الحسين، وهو مقتل الإمام الحسين عليه السلام، ذكرها القندوزي الحنفي أيضا، ذكر هذه الحادثة، وجماعة من علماء أهل السنة، ابن الصباغ المالكي في كتاب الفصول المهمة في أحوال الأئمة ذكر هذه الحادثة أيضا، ونحن نذكرها لأنها وقعت لرأس أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحادثة خلاصتها، لما أن مروا برأس أبي عبد الله الحسين وأدخلوه الشام، تصور الشام زينت 3 أيام هم يزينون الشام لاستقبال رأس الحسين، وما قال ذا رأس الحسين، لا قال هذا رأس خارجي من الخوارج، رأس خارجي. هذا الرأس زيد ابن أرقم كان ينظر إلى هذا الرأس، هو يحدث وهي المصادر اللي ذكرناها ذكرت هذه الحادثة، يحدث بعد ذلك يقول سمعته يقرأ من كتاب الله جل وعلا، سمعت الرأس يقرأ من كتاب الله، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول قلت يا ابن رسول الله رأسك أعجب وأعجب، رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. شوف الإمام الحسين سبحان الله، يعني ليش نطق بهذه الآية دون بقية الآيات؟ ليش تكلم عن حادثة أصحاب الكهف؟ من سورة الكهف ذكر هذه الحادثة. سبحان الله، الله عز وجل أراد للعالم كله أن يعرف قيمة الإمام الحسين. لا تتعجب من الحسين، لا تتعجب من الإمام الحسين، وإلا في زماننا ترى لا نقول هذه كرامات صار لها 1000 سنة، لا، أنت اليوم تشوف كرامة أمام عينك 19 مليون عند قبر الإمام الحسين، كرامة لومي كرامة هذه؟ جيب لي واحد على وجه الأرض زاره هذا العدد من الناس، والله يحاولون إخفاء الأرقام كلها، كل الأرقام يخفونها. أنت زوار البحرين يحاولون إخفاء رقم الحقيقي لزوار البحرين اللي راحوا، أكثر من 60,000 راحوا من البحرين طلعوا إلى زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شوف الإعلام لو صير حادثة في بريطانيا في كذا حادثة، يعني يذكرونها ويجيبونها ويسوون لها تعليق وتحليل، وأكبر تجمع الآن في العالم، أكبر تجمع عالمي ما أحد يذكره، وين قناة الجزيرة؟ وين قناة وصال؟ وين هالقنوات هذه اللي شاطرين في الفتن يطلعون؟ انقلوا، خلى العالم تشوف زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه كرامة عظيمة للإمام الحسين عليه السلام، ذاك اللي كان في كربلاء بلا ناصر ولا معين وما عنده أحد، كل ما قال ألا هل من ناصر ما أحد لباه، أصحابه كلهم صرعى على بوغاء كربلاء، وإذا اليوم 19 مليون حول قبر الإمام الحسين، كرامة لو من كرامة للحسين عليه السلام. العالم كله ينطق بكرامات أبي عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، مشتاقين إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين كاشتياق زينب سلام الله عليها، لما هاجت بها الأحزان وصلت إلى كربلاء، اليوم زينب وصلت إلى كربلاء.
شوف أيام طويلة من مصرع الإمام الحسين هي مفارقة الحسين، لكن اليوم الصوت من بعيد وصل، صوت زينب من بعيد، الضعينة من بعيد جايها تنادي بحسرة وبحرقة قلب، تنادي قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنواره، قبر عسى يا الوالي ما تنقطع طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوارج يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوارج أبدا فلا يتحاسب بن يندفن بجوارج تكريم للي تعفرت في تربتك خدينا قولوا لحادينا يمر الغاضرية نسلم على الوالي وننصب له عزية قولوا لحادينا يمر ابن على حسين نبغى نزور حسين ونشوف اندفن وين والله لروي قبر اخويا بدمعة العين يا ريت فوق القبر تحضرن المنية يقولون ألقت بنفسها من على ظهر الناقة وين على قبر الحسين تخيل مفارقة الحسين أيام وليالي وهذا حبيب قلبها الحسين مدت طولها بطول ذلك القبر شاخصة ببصرها إلى الإمام زين العابدين اتقل بالله يا أهل اشتك ماي ماي شربته يا دفان رشيت قبر لو دفنت حسين عطشان بالله يا دفان لشدك رد علي عطشان خيله شرب قطرة مية يوم اندفنته كان رشيت البنية يمكن ترد روحه تراه مات عطشان وخرت النساء والبنيات من على تلك النياق على قبور القتلى هذه تنادي وحسين تلك تنادي وجداه ومحمده وما بين البنيات شوف لسان حال هذه البنية قبضت قبضة من تراب كربلاء وأخذت تشمها تنادي باسايلك يا كربلاء قبر المعرس وينه بسائلك يا كربلة قبر المعرس وينه من يوم جينا الناشد اللي محنا يا شفينا وحسين بعد عندها اعتاب يا ابو فاضل ها شوية اعتاب يا ابو فاضل مو من العادة ابو فاضل جينا كربلة ولا نزلت الحرم جينا كربلة ونزلنا ولا جيت استقبلتنا ابو فاضل تقل وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهذا الروس جبناها ومنكم نطلب العونة لكن راس حسين سمحوا لي تراه مكسر سنونه قضى الله حوائجكم جميعا أنتم في رحاب الحسين
اليوم يوم الأربعين وإحنا في رحاب أبي عبد الله الحسين، الله يقضي حوائجكم وعودكم إن شاء الله. أريدك تتصور هاي الموقف، يمكن واحد ما جرت منه دمعة، أكون مقصر وياك حبيبي، لكن أبيات للدعاء ها. والله يقضي حوائجكم. بعض الشعراء صور الإمام زين العابدين حامل رأس أبوه واقف على قبره، شايل الرأس بين إيده واقف على قبر الحسين، يخاطبها يقول لا يسرور قلب المصطفى ويا نور عينه، يسرور قلب المصطفى ويا نور عينه، راسك دفنه لو أوديه المدينة، راسك دفنه لو أوديه المدينة. قال لي يا من هو بعد عيني مرجع الناس، راسي تدفنه ويا الجسد يا وافي الباس، علا أجي يوم الحشر جثة بلا راس. علا أجي يوم الحشر جثة بلا راس، راسي الدفنة وتالي ترجع للمدينة، وسلم على الزهرة وخبرها بمصابي، وقلها الأمة ما رعوا فيكم جنابي، حزة وكريمة ودا الصدر ابن الضبابي. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال